لقد أخبرنا أن مجموع ثلاث أعداد صحيحة فردية متعاقبة يساوي 231، فما هو أكبر عدد صحيح؟ إذن دعونا نفكر فيها قليلا لنقول أن x هي أصغر عدد صحيح، x تساوي أصغر عدد فردي smallest odd من هذه الثلاثة، ليست أصغر عدد صحيح فردي من كل الأعداد الصحيحة، لكنها أصغر عدد فردي من هذه الثلاثة، أصغر عدد صحيح فردي. بالتالي ماذا سيكون التالي؟ حسناً، إذا كان لدي عدد صحيح فردي، ماذا سيكون العدد الصحيح الفردي التالي؟ لنفكر في هذا. إذا كانت x تساوي 3، فما هو العدد الفردي التالي؟ إنه 5، ثم ما هو التالي؟ إنه 7، ثم التالي بعد ذلك إنه 9. إذن في كل مرة نضيف 2. بالتالي إذا كان أصغر عدد هو x، فإن العدد الصحيح الفردي التالي سوف يكون x زائد 2 يساوي أصغر عدد فردي تالي next smallest odd integer، وسوف أكتب int هنا أيضا، فردي صحيح. وماذا سوف يكون التالي؟ سوف نضيف 2 إلى هذا، بالتالي سيكون x زائد 4. فكر فيها، إذا كان الأصغر يساوي 3، فسوف يكون لديك x زائد 2 وهي 5، ثم لديك x زائد 4 وهي 7، فهذا سيكون أكبر عدد فردي صحيح largest odd integer من الأعداد المتعاقبة في هذه المجموعة. وأخبرونا أن مجموع هذه الأعداد الفردية الصحيحة والمتعاقبة هو 231، فما هو أكبر عدد صحيح؟ فإذا أخذت x، x زائد 2 و x زائد 4 ثم جمعتها، فسوف يساوي مجموعها 231. دعونا نقوم بذلك. إذن لدينا x زائد x زائد 2 زائد x زائد 4، وهذا يجب أن يساوي 231. وهم يسألوننا ما هو أكبر عدد صحيح، وسوف نقول لهم ماذا تساوي x زائد 4. دعونا فقط نحل هذه المعادلة. دعونا نجمع حدود x، لدينا 1 2 3 x، نحصل على 3 x زائد، ثم ما هي الحدود الثابتة؟ لدينا 2 و 4، بالتالي 3 x زائد 6 تساوي 231. الآن دعونا نتخلص من الستة على الطرف الأيسر من المعادلة، وأفضل طريقة لعمل ذلك هي طرح ستة من كلا الطرفين. إذن دعونا نطرح ستة من الطرفين، على الطرف الأيسر يبقى 3x، حيث أن الستة تلغي بعضها، وعلى الطرف الأيمن لدينا 231 ناقص 6 وتساوي 225. 225، إنها 3x تساوي 225. حتى نعزل x، دعونا نقسم الطرفين على 3. نقسم الطرفين على 3. على الطرف الأيسر 3 تحذف، وهذا هو الهدف من أننا نقسم على 3، ونحصل فقط على x، نحصل فقط على x وهي تساوي 225 مقسوم على 3. دعوني أعملها هنا. إذن حاصل قسمة 225 على 3. إذن 22 على 3 يساوي 7، و 7 ضرب 3 يساوي 21، و 22 ناقص 21 يساوي 1، ننزل 5، ثم 15 على 3 يساوي 5، و 5 ضرب 3 يساوي 15، نطرح لا يوجد باقي. إذن 225 على 3 تساوي 75. إذن أصغر عدد فردي صحيح هو 75. إذن هذا يساوي 75، فماذا سوف تساوي x زائد 2؟
إنها ستكون هذا زائد 2 أي 77، وماذا ستكون إكس زائد 4؟ هذا أكبر عدد بينهم، إكس تساوي 75 زائد 4، بالتالي سيكون 79. 79. ولاحظ لدينا 3 أعداد صحيحة فردية وهي متعاقبة، أي أنها الأعداد الفردية الصحيحة التي تأتي خلف بعضها البعض. ولنتأكد من أن مجموعها يساوي 231، فإذا حصلنا على 75، دعوني أكتبها هكذا، 75 زائد 77 زائد 79، سوف أقوم بجمعها، 5 زائد 7 يساوي 12، و12 زائد 9 يساوي 21، نحمل 2، 2 زائد 7 يساوي 9، و9 زائد 7 يساوي 16، ثم 16 زائد 7 يساوي 23. بالتالي هذه هي الإجابة. عندما نجمع الأعداد الصحيحة الفردية المتعاقبة الثلاثة نحصل على 231، وهي متعاقبة وفردية، وسألونا ما هو أكبر عدد، وأكبر عدد هو 79.